understood each other very well. He's a very tough man, I will tell you that, but he's also a good man. قبل أن نناقش هذه القضية سنذهب للاستماع لكلمة كامالا هاريس المترشحة على منصب نائب الرئيس على ورقة جو بايدن فلنذهب. أن نقتطع الضرائب من هذه العائلات التي تعاني وأن هذه العائلات لا يمكنها أن تدفع تلك الضرائب، علينا أن نحيل هذه الضرائب على الشركات الكبرى، ذلك ما يدعو إليه جو بايدن، وأن نعيد التعافي والبناء على أساس عادل حتى نحمي العائلات ونحمي مواطن الشغل. لدينا الخيار الآن والسلطة والقدرة بأيدينا حتى ننهي عدم المساواة في أمريكا، ومع جو كان شجاعا حتى يتحدث عن الميز العنصري وعن أهمية حياة السود. ربما من الصعب أن يتحدث أحدهم في ذلك، ولكنه قال الحقيقة. علينا أن نثير موضوع التفرقة العنصرية وأن نوقف معاناة هذه الفئة من المجتمع، لأن هؤلاء يعانون منذ أسابيع وأشهر بسبب الإجراءات الجائحة. هو يفهم ذلك، يفهم أن الأمريكيين الإفريقيين كانوا أولى ضحايا هذه الجائحة، وعلينا أن نصلح الأمور وأن نعيدهم إلى أعمالهم. جو لديه الشجاعة ليتحدث في كل هذا. هنالك خيارات واضحة أمامنا، واليوم هو يوم الانتخاب في أمريكا. اليوم هي فرصتنا حتى نوقف 4 سنوات أخرى من المعاناة، ونحن ملتزمون بذلك، ونحن نعرف ما بإمكاننا أن نفعله. وفي فلوريدا، نورث كارولينا، وفي أوهايو، وبنسلفانيا، في كل هذه الولايات يدركون ذلك. إذن أنتم كلكم جئتم لتنتخبوا،
وتعرفون عما أتحدث، وهنالك ثلاثة أسباب للانتخاب. أولا هو أننا علينا أن نفهم، أن نمجد أجدادنا، أن نمجد هذا الموروث الديمقراطي، أبطالنا الأمريكيين الذين سكبوا دمائهم من أجل الحرية، ذلك لمجد أجدادنا. وحتى نحتفي بمئات سنة من القانون الانتخابي الذي يتيح للنساء التصويت بكل فخر، ويا له من أمر مهم. إذن السبب الثاني، قلنا كل شيء، تحدثنا في كل شيء، ونحن نفكر في مستقبل أولادنا واحتياجات هذه المجتمعات ومعاناتهم. إذن قلت مع جو، هو علينا أن نعيد المساواة والعدالة، نحتاج أن نتعافى من بعد الجائحة، ونحتاج أن يكون لدينا مجتمع عادل يحقق كل احتياجات هذه العائلات المعوزة. إذن يتعلق الأمر كذلك بمستقبل ديمقراطية. السبب الثالث، وأنتم تشاهدون كلنا، أرأيتم هذه الأوقات الصعبة؟ كنت في تكساس وقد سمعتم بما يحصل، وقيل لي كاميلا هاريس مرتعبة. إذن علينا أن نفكر في الأعمال وفي من خسروا أعمالهم وفي تقليص العنف. ولذلك نحتاج إلى تفعيل القوانين. أرأيتم كيف ينتقد الانتخاب بالبريد؟ يريد إيذاء الناس، لا يريد حمايتهم. وسأسألكم، لماذا كل هذا الإجحاف؟ لماذا تعصير الأمور حتى ننتخب ونحن نعرف الإجابة؟ لأنهم يعلمون قوتنا، لأنهم يخشون قوتنا، يعلمون أننا إذا ما نصوت فإن الأمور ستتغير بأننا سنفوز، ولن نترك أحد يأخذ منا هذه القوة وهذه السلطة. لن نخضع ولن نترك مصيرنا بين أيديهم. إذن هذه هي الأسباب الثلاث، لأنه اليوم يوم الانتخاب. دعنا ندعو كل من نعرفهم من تكساس ومن غيرها أن يذهب إلى الانتخاب. دعنا ندعو أفراد عائلاتنا، إن كنتم تعرفون أشخاص فادعوهم، سيشكرونكم بعد ذلك. ولكن الآن علينا أن ندعو الجميع، هذه الفترة ستمر، ولكن أطفالنا وأحفادنا سينظرون في أعيننا، في عيني كل واحد منا، أين كنتم يوم الانتخاب؟ أين كنتم في ذلك اليوم المهم؟
وسيحاسبوننا إن كنا تخلفنا. سيسألوننا ماذا فعلتم بنا. لذلك دعونا ننظم أنفسنا. ابعثوا رسائل نصية، اتصلوا بالجميع، ادعوهم للتصويت في هذا اليوم المهم المشهود. عندما يسألوننا سنقول لهم أننا كنا هنالك وانتخبنا جو بايدن. شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم كلمة كمالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي على منصب نائب الرئيس الأمريكي. في هذه الكلمة التي بدت فيها متفائلة للغاية بالفوز على دونالد ترامب. على أي حال دعونا نعود إلى النقاش الذي قدمنا له منذ قليل، وهو إلى أي مدى ستؤثر أو سيؤثر ساكن البيت الأبيض على الملف المصري، على موقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل عام. دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي سليم عزوز. أستاذ سليم أهلا بك معنا. هل تعتقد أن بشكل عام يؤثر ساكن البيت الأبيض على السياسات المصرية وعلى الرئيس المصري بشكل عام، أم أن على الأقل في السنوات الأخيرة هناك مبالغة في ذلك؟ أنا شايف أنه في تأثير، بس هو أي نوع التأثير؟ يعني أولاً احنا يجب أن نميز بين أمرين، الأمر الأول فيما يختص بملف حقوق الإنسان، هذا سيكون فيه تأثير بلا شك، الملف الثاني فيما يختص بتغيير السلطة، يعني فكرة الذين يحلمون بأن الرئيس الأمريكي الجديد يمكن أن يكون مع فكرة تغيير السلطة في مصر، هذه مسألة يعني فيها شك ما لم يتحرك المصريين أنفسهم. ولنا أن نعلم أمرين، الأمر الأول أن بايدن كان مع فكرة بقاء مبارك في السلطة، اديله فرصة، هذا رجلنا في الشرق الأوسط. نمرة اثنين أنه الانقلاب العسكري حصل والديمقراطيون هم الذين كانوا في عهد أوباما. في عهد أوباما، وأوباما كان انحياداته الحقيقة للديمقراطية أكثر من غيره. إنما في ملف الحريات أنا في تقديري سيكون هناك تغيير كبير، لا يستطيع السيسي أن يناور في هذا الملف كما كان يناور مبارك مع الأمريكان فيه، لكنه في النهاية كان مبارك يخضع أيضا في هذا الملف، اعتقل أيمن نور ورفض الأمريكان ذلك، لكنه استمر في عملية اعتقاله ثم أفرج عنه بعد ضغوط شديدة، اعتقل سعد الدين إبراهيم ثم أفرج عنه بعد ضغوط من حكم أيضا بعد سنوات لكن السيسي في حد ذاته لا يستطيع أن يصمد أمام الضغوط لأنه لا يتمتع بالشرعية اللازمة، مباركا عنده شبه شرعية أو شرعية الأمر الواقع التي كانت موجودة، السيسي لا يوجد عنده هذا الملف. يعني من أول فكرة أنه الأمين العام للأمم المتحدة يعلن أو يقول أنه يشعر بالقلق لاعتقال حسام بهجت في مصر، تم الإفراج عن حسام بهجت. الآن اليوم على وجه التحديد أنا في تقديري أنه قرابة 500 واحد أو 460 واحد الذين تم الإفراج عنهم النهاردة في أكثر من قضية، أنا في تقديري أنه هذا الأمر له علاقة بالتخوف من القادم. من جو بايدن. نعم، بحيث أنه لو جاء بايدن ستجد نفسك أمام سلسلة. أليس هذا ممكن يكون تخوف يعني بالمصري بدري شوية؟ لا، هو بيبدأ بحيث أنه لما يبدأ بعد كده تلاقيها ما تقولش، أو الرأي العام ما يقولش، أو المنحازين للسيسي ما يقولوش أنه ده أساسا حصل نتيجة ضغوط أمريكية. لا، ده احنا بدأنا الملف ده أساسا من بدري. رجع فاز ترامب، هو هيتوقف يعني عند هذا الحظر، لا سيما انه الذين جرى الافراج عنهم كلهم من الذين ينتمون الى قضيه الراي لحد ما، بعضهم صحفيين، بعضهم مارس العمل الصحفي، بعضهم من المتهمين في قضيه تيران وصنافير المظاهرات التي خرجت احتجاجا على عمليه التفريط في التراب الوطني، يعني هم كلهم من المسيسين الذين جرى الافراج عنهم اليوم. ربما تكون المشكلة فيما في المعتقلين من التيارات الإسلامية الذين لن يكون لهم بواكي في هذه الحملة. سأعود إليك أستاذ سليم، لكن ينضم إلينا
في نفس هذا الموضوع عبر الهاتف من القاهرة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سيادة السفير أهلا بك معنا. كنت أسأل ضيفي في الاستوديو الأستاذ سليم عزوز عن تأثير ساكن البيت الأبيض على السياسات في مصر وعلى الرئيس المصري بشكل عام. هل تعتقد إذا جاء جو بايدن إلى سدة الحكم سيكون هناك أي ضغوط تمارس من قبل الإدارة الأمريكية في هذه اللحظة على الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأقل في ملف حقوق الإنسان أم لا؟ سؤال لي يا فندم. لحضرتك سيادة السفير تفضل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. العلاقات المصرية الأمريكية علاقات يعني لا تتعلق بشخص رئيس الجمهورية في مصر أو بشخص رئيس الأمريكي في البيت الأبيض. العلاقات المصرية الأمريكية لها ثوابتها وبتتحرك في إطار استراتيجي محدد يرتبط بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على المصالح والمشتركة بين الدولتين والتي لا تخرج عن السلام والأمن، محاربة الإرهاب، التعاون في مشاريع اقتصادية لتحقيق ازدهار اقتصادي لشعوب المنطقة. وبالتالي يعني احنا اذا استعرضنا العلاقات، مسار العلاقات المصرية الأمريكية من عام 1979 اللي هو العام الذي شهد التوقيع على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس من هذا العام، وحتى الآن هنجد أن في 7 إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض. وخلال الـ7 إدارات أمريكية دي منهم 4 إدارات جمهورية وثلاث إدارات ديمقراطية. نعم. العلاقات المصرية الأمريكية مستقرة وثابتة. في بعض الأحيان بيبقى فيه شد وجذب بين الطرفين وده أمر عادي. صحيح. هو هذه النقطة سيادة السفير اللي حضرتك وصلتها، فكرة الشد والجذب في بعض الأحيان رأيناها في عهد جورج بوش الابن مع مبارك، في عهد أوباما بعض الشيء مع مبارك أيضا، لكن يبدو أن هناك دعم، البعض يقول هناك حتى كيمياء شخصية بين ترامب وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واتضت العلاقات جعلته يعني يشيح النظر في مسألة حقوق الإنسان وهو تحدث على ذلك بشكل مباشر حتى وصفه بالديكتاتور المفضل. هل إذا جاء بايدن يعني ستتغير هذه النظرة ولو نسبيا خصوصا في ملف حقوق الإنسان أم لا؟ يعني أنا أعتقد ملف الحقوق الإنسان ده من أحد الملفات العديدة في العلاقات المصرية الأمريكية، ولا يعني واختزال العلاقات المصرية الأمريكية سواء في عهد ترامب أو عهد إدارات سابقة أو عهد إدارات مستقبلة في هذا الملف تحديدا، أعتقد يعني مش هيبقى تحليل علمي، يعني مش هيبقى تحليل علمي أو تحليل موضوعي. طبعا طبعا الكونجرس بيبحث هذا الموضوع ونحن عن طريق القنوات الدبلوماسية بنرد. وبعدين سجل الحقوق الإنسان في مصر بيتم مراجعته في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبيبقى فيه ردود رسمية، بيبقى فيه انتقادات بعض الدول بتوجهها لهذا الملف في مصر، والوفد المصري بيرد على هذه الانتقادات. يعني احنا ليس لدينا حساسية من موضوع ملف حقوق الإنسان، وطبعا احنا لا نقول ان احنا يعني افضل دولة في هذا الملف، لكن احنا بنتقدم في هذا الملف وبنعلن العالم. و يعني على ما يبدو سيادة السفير ان الارقام وكلام وتقارير المنظمات الدولية في هذه السياقات يقول عكس ما ذكرت انت الان في مسألة حقوق الانسان، يقول ان مصر تتأخر بشكل كبير. حضرتك بعيد قوي يا فندم. لا يعني تقارير حقوق الإنسان يبدو أنها تختلف مع رأي حضرتك أن مصر تتقدم في مسألة مش قادر أسمع حضرتك خالص. طيب على أي حال أنا بشكرك وأسف لهذه الإشكالية في الصوت. السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. عودة للأستاذ سليم عزوز مرة أخرى. السفير حسين هريدي بيقول لا ما فيش فرق، 7 إدارات جم وتناوبوا ما بين ديمقراطيين وجمهوريين والاختلافات كانت شديدة البساطة. أتكلم أيضا في مسألة حقوق الإنسان، يعني هو هذا الملف الذي يراه سيادة السفير أنه ملف هامشي، نحن لا نراه ملفا هامشيا في الحقيقة.
وهو إذا نعم هناك علاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر، هي علاقات قوية ومستمرة، لكن مع وجود هذه العلاقات سقط مبارك، ولم تكن علاقات الإدارة الأمريكية سيئة بالرئيس محمد مرسي، ومع ذلك حصل الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي. يعني هي فكرة أنه العلاقات نعم العلاقات مستمرة، لكن لن يجد القوم في القاهرة، لن يجد أهل الحكم في القاهرة من يجاملهم في ملف حقوق الإنسان على النحو الذي كان يفعله ترامب. يعني ترامب كان رجل سافر الوجه، ليس معنيا بملف حقوق الإنسان على الإطلاق. أعتقد أن بايدن السيسي سيجد مشكلة كبيرة جدا، لا سيما ليس فقط مع اعتقال المدنيين، لكن أيضا مع اعتقال الذين ينتمون للمنظمات الحقوقية. هؤلاء جرى إخراصهم تماما في السنوات السبع الماضية. هل سيستمر هذا هؤلاء يعني في حالة خرص وإسكات بهذا الشكل مع موالسة الرئيس الأمريكي على ذلك؟ أعتقد إذا نجح بايدن المسألة ستختلف بشكل. وفي 30 ثانية يعني إذا نعم. استمر ترامب إذا استمرت ترامب سيستمر السيسي كما هو بهذا الشكل، ما لم يحدث هناك تغيير بإرادة الشعب المصري. فكرة تغيير الحكم الحقيقة أنا يعني لست مع الذين يتصورون أنه يعني فكرة الجائع الذي يحلم بسوء العيش، وأنه لو جه بايدن حيشيل السيسي، كلام صحيح. إنما لو جه لو خرج المصريون لا حيقدر يحمي السيسي لا ترامب ولا بايدن، لأنه احنا لنا في انتفاضة الأرض اللي حصل أنه 5000 واحد تحركوا في وسط القاهرة في هذا اليوم. في نهايته الإدارة البيت الأبيض قال أنه مفتوح على المظاهرات في مصر ليرى كيف تحدث الأمور، وهنا تحرك النظام وقمع هذه المظاهرات. يعني فكرة أن السيسي كان موجود وترامب كان موجود، وكانت الإشارة الأمريكية واضحة أنهم يتابعون المظاهرات التي تحدث في القاهرة عن كسب، في إشارة لا تخطئ العين دلالتها. سليم عزوز الكاتب الصحفي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة. مشاهدينا الكرام، تفاعل مراقبون وناشطون مصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع يوم التصويت في الانتخابات الأمريكية، وقد تصدرت الأنباء عن إخلاء سبيل عدد من المعتقلين السياسيين صباح اليوم، تصدرت نقاشات رواد المنصات معتبرين إياها خطوة مصرية تغازل المرشح الديمقراطي جو بايدن. وقد غرد الأكاديمي خليل العناني قائلا: تقارير إخبارية في مصر عن الإفراج عن 600 معتقل من متظاهري سبتمبر الماضي، مش بعيد يفرجوا عن 60,000 معتقل قبل نهاية الأسبوع إذا كسب بايدن الانتخابات، أو يرجعوا يعتقلوا المفرج عنهم إذا كسب ترامب. وكتب الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية محمود جمال قائلا: العلاقة بين أمريكا والمؤسسة العسكرية المصرية علاقة استراتيجية، وهي علاقة مؤسسات وليس علاقة أشخاص، وستظل العلاقات بذلك الشكل بين البلدين أيا كان من سيكون رأس الإدارة الأمريكية، ترامب كان أو جو بايدن. وتساءل نجيب قائلا: هل في علاقة بين الانتخابات الأمريكية من جهة وحملة إخلاءات سبيل المحبوسين احتياطيا وبدون قضايا التي كانت تتم بشكل غير مقبول قانونيا ولا أخلاقيا من فترات؟ وكتب محسن: احتمالات فوز جو بايدن وضغوط الكونغرس ذو الأغلبية الديمقراطية وضغوط البرلمان الأوروبي هي الأسباب الحقيقية للإفراج عن المعتقلين في مصر، و النظام بيوسطن نفسه باختيار يوم الانتخابات الأمريكية للإفراج عنهم. وغرد فتحي شوق قائلا: الإفراج المفاجئ عن قرابة 600 معتقل رأي في مصر هو قرار استباقي، خوفا من فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية. أما محمد عثمان فكتب قائلا: أتمنى فوز دونالد ترامب في الانتخابات غدا لصالح مصر ولصالح منطقتنا ولصالح العالم. ودون أشرف الخولي قائلا: عمر مصر على دوام عمرها ما انتظرت نتائج الانتخابات الأمريكية. هذا رأيه. أما حسين بهاء فقال: نفسي في انتخابات نزيهة في مصر وما تعرفش مين هيفوز فيها لغاية آخر لحظة، إن شاء الله هتيجي قريبا. وكتب عبد الله: البعض بيعول على جو بايدن في الانتخابات الأمريكية ونسي أنه كان نائب الرئيس في حقبة أوباما اللي موقفه معروف من الانقلاب في مصر. يا عزيزي ما فيش فرق بين هؤلاء. أما المستشار وليد شرابي فغرد قائلا: أشعر بحزن كبير وأنا أشاهد ما يحدث في أمريكا من أحداث وفعاليات انتخابية لاستمالة أصوات الناخبين، وما أشاهده في مصر مع ما يسمى بانتخابات.
بداية من التزوير إلى الرشاوي الانتخابية إلى خطف الناخبين لإجبارهم على الإدلاء بأصواتهم. تأخرنا كثيرا حتى أضعنا فرصة اختيار من يمثلنا وحق تقرير مصيرنا. أما مريم فكتبت قائلة: صوتي للرئيس دونالد ترامب من أجل استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الأمن والاستقرار والتدفق النقدي ومؤسس مصر الحديثة على حد قولها. وانضم إلينا عبر سكايب من ولاية ماريلاند البروفيسور ويليام لورنس، أستاذ الشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية. أحييك سيد لورنس. إلى أي مدى في حال فوز جو بايدن بالانتخابات سيؤثر ذلك على علاقة الإدارة الأمريكية في هذه الحالة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من وجهة نظرك؟ عفوا لورنس، سنذهب الآن لكلمة للمرشح الرئاسي جو بايدن من بنسلفانيا. شكرا لكم جميعا. الذي كان يأتينا من بنسلفانيا وزيارة جو بايدن لهذه الولاية المهمة فيما يخص سير الانتخابات الأمريكية. على أي حال إذا عاد سنعود إليه، أما الآن فنذهب إلى ماريلاند وويليام لورنس. ويليام، كنت أسألك عن إذا جاء جو بايدن ونجح، هل سيؤثر ذلك على الملف المصري لدى الإدارة الأمريكية على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أم لا؟ نعم، بالتأكيد سيكون هناك تغييرا في السياسة. معظم السياسات الخارجية في الولايات المتحدة تخرج من مجلسي الشيوخ والنواب ولهما دور مهم، ولكن لا ننكر دور الإدارة الأمريكية في صياغة السياسة الخارجية. نعم، كان هنالك دعوات ل قطع المساعدات العسكرية لمصر ما لم تغير نهجها في مجال ملف حقوق الإنسان. نعم، سيكون هنالك ملفات كثيرة سيعنى بها الرئيس قبل أن ينصب اهتمامه بملف مصر، ولكن أعتقد أنه في شهر سبتمبر من عام 2021 سيكون هناك ضغوطات من الكونغرس على الرئيس الجديد، خصوصا فيما يتعلق بملف مصر. ويليام، ألا تعتقد أن هناك مبالغة في القول بأن يعني إذا جاء جو بايدن سيكون له تأثير كبير على عبد الفتاح السيسي والنظام في مصر؟ بمعنى أن البعض يقول أن يعني هناك ثوابت تحكم العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ومصالح تجعل من الصعوبة بمكان أن يتم يعني التأثير على النظام في مصر بشكل أو بآخر إلا لهوامش محدودة ليس أكثر ولا أقل. ما رأيك؟ نعم، هذا تمييز مهم للغاية، وبايدن على سبيل المثال هو أكبر سنا من أوباما، ويتذكر معاهدة كامب ديفيد وكذلك الحلف الذي أبرم بين الولايات المتحدة ومصر في الثمانينيات، وبالتالي فإن موقفه أكثر اعتدالا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان من أوباما الذي كان متشددا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. ولكن هنالك شبه إجماع على صعيد الكونغرس فيما يتعلق بوضع ضغوطات على
على نظام مصر، وخصوصا عقب ما حدث من احتجاجات بعد مقتل جورج فلويد وكذلك ما حدث في فلسطين. لذلك يبدو أن يكون أنه سيكون لك ضغوطات من القاعدة على بايدن، والتي ستدفع بايدن إلى اتخاذ أو إحداث تغييرات في السياسة الخارجية، ولكن لا يتوقع أن تكون هذه التغييرات جذرية. لكن في المقابل، ألا تعتقد أن في حوزة السيسي أوراق من الممكن أن يلعب بها، أن يعني يذهب ولو قليلا لروسيا، أن ينوع من علاقاته الخارجية على حساب علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية، أم أن هذا مستبعد يعني؟ الصين بدأت بالقيام بذلك منذ الخمسينيات، ولذلك لا جديد هنا، ولكن هناك قاعدة عامة في الشرق الأوسط مفادها على أن معظم الأنظمة الدكتاتورية لطالما انحازت إلى روسيا والصين في الحقب القديمة، ولذلك نحن نعرف أن هذا يحدث. ولكن على الصعيد الآخر، هذا قد يعطي الولايات المتحدة فرصة لأن تكون أكثر انفتاحا مع حلفائها. وذلك روسيا ربما ضعيفة في الوقت الحالي، وموقفها ضعيف في العالم بخلاف سوريا، والصين علاقاتها الخارجية ليست متقدمة، وبالتالي الابتعاد عن الولايات المتحدة سيدفع القطاع الخاص لأن يلعب دورا. ونعرف أن الولايات المتحدة تواجه ظروفا صعبة فيما يتعلق بجائحة الكورونا، ويجعل اهتمامها منصبا على داخلها، ولكن لا أعتقد أن مصر ستكون أولوية أو على رأس قائمة أولويات الإدارة الأمريكية القادمة ما لم يكن هنالك حالة عدم استقرار في المنطقة. شكرا جزيلا ويليام لورنس، وأسف لك. نذهب أو نعود لمرة أخرى للمرشح الرئاسي جو بايدن من بنسلفانيا. Time I started as a U.S. senator, Philadelphia brought me to the dance, man. We love you, Joe. Tell you what, you've been great to me my whole career. Yes, Uncle. And Joe Philly, go go to the state of Pennsylvania. Yeah. Watch your head up. مواطني بنسلفانيا. تقومون بعمل رائع وقد نجحنا في ذلك، لا أشكركم بما يكفي. هذه حفيدتي. إذن هذه حفيدتي ميرلي، رافقتني اليوم. وهي معي في الحملة منذ البداية. وهذه كذلك حفيدتي الثانية ترافقني. شكرا جزيلا لكم، شكرا على حضوركم، لا أشكركم بما يكفي. هل أنتم مستعدون؟ هل أنتم جاهزون للنصر؟ سيكون هنالك ناخبون أكثر من أي وقت في تاريخ أمريكا. نتوقع أكثر ناخبين من أي وقت مضى. وبالمناسبة أقول لكم أن أكثر من 47% من المصوتين نساء، إذن ستنتخبون رئيسكم. اذهبوا إلى التصويت. وأريد أن أقول لكم شيئا، لدينا فرصة كبيرة من أجل وطننا، لدينا
فرصة كبيرة رائعة. علينا أن نتغلب على هذا الفيروس، علينا أن نعالج تداعياته، وسننجح في ذلك، وسنعيد بناء الطبقة المتوسطة. وبالمناسبة نحن نحتاج إليكم جميعا. وأعدكم إذا ما انتخبتوني سأكون رئيس، ليس الجدار الأزرق فقط، بل رئيس الأمريكيين جميعا، حتى نعيد بناء أمتنا للقرن 21. لدينا أفضل جامعات، لدينا أفضل مراكز الأبحاث والدراسات في كل العالم. هذه هي الولايات الأمريكية المتحدة. أنتم تعلمون من نحن، وعليكم أن تختاروا من نكون. نحن سنعيد المجد لعلمنا، لتفوقنا، أعدكم بذلك. سأتحمل مسؤوليتي، عندما أرتكب خطأ سأعترف به، أعدكم. لن أخل بكلمتي وبوعدي. نحن في خدمتكم، في خدمتكم أنتم. إذن أنتم تمثلون القوة، وترامب قال وعودا وهمية ولم يصرح برئيس بذلك من قبل، وقد انتقد ما حصل في المحكمة العليا في بنسلفانيا لأنه فاشل، لأنه خاسر، لا يمكنه أن يفهم معنى التضحيات، لا يمكن أن يفهم ما ضحى به الشعب. لم نرى رئيسا يدين أمته، لم يحصل ذلك من قبل، لم يحصل أن انتقد أحدا المحكمة العليا بهذه الطريقة، وكل هذه الولايات أشار لها بأصبع الاتهام. وأنا سعيد بوجودكم، أعدكم بتحمل المسؤولية. شكرا جزيلا لكم. دعنا نعيد هيبة أمريكا. إذن ننتظر أن ينتخب أكثر من 150 مليون إقبال منقطع النظير. إذن أدعو أقربائكم، أدعو الجميع لأن يشارك في التصويت، أن يذهب إلى مكاتب الاقتراع. سنفوز بفضلكم، بفضلكم أنتم. أمر أخير، أدعو الجميع في بنسلفانيا، اذهبوا إلى دلوير، عودوا إلى أعمالكم، ستعودون بأكثر عزيمة. أنا من دلوير وأنا عائد إلى بيتي. شكرا لكم جميعا.
إذن استمعنا لكلمة للمرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن في حشد من أنصاره في ولاية بنسلفانيا، يقول لهم استعدوا للنصر أو هل أنتم مستعدون للنصر، ويصف ترامب بأنه الرئيس الفاشل. على أي حال دعونا نعود إلى سياق ما كنا نتحدث عنه مرة أخرى، وهو هل إذا أتى بايدن ستتغير العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر أم لا. سينضم أو انضم إلينا بالفعل الآن عبر سكايب من نيويورك المراقب السياسي أحمد غانم. أحييك سيد غانم. ترامب قال عن السيسي أنه الدكتاتور المفضل لديه، بايدن رد عليه منذ شهور قليلة وقال أنه لن يكون دكتاتوري المفضل، يقصد عبد الفتاح السيسي. ما بين هذا وذاك، هل ستتغير طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض وعبد الفتاح السيسي في حال وصول جو بايدن أم لا؟ الإجابة المختصرة، لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير كبير، ولكن ربما يكون تغيير تجميلي. لا تنسى أن الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر حدث بينما كان جو بايدن هو نائب الرئيس. الرئيس الأمريكي. صحيح. لا تنسى أن إدارة جو بايدن التي كان جو بايدن جزءا منها رفضت وصف ما حدث في مصر بالانقلاب العسكري حتى لا تكون هناك أي توابع قانونية أو اقتصادية على نظام الانقلاب في مصر، وبالتالي كل ما حدث من 2013 حدث أثناء وجود جو بايدن. الاختلاف البسيط ربما يكون بين نظام جو بايدن ونظام دونالد ترامب هو في الجانب الشكلي. هم يريدون جو بايدن هو ابن المؤسسة التقليدية الأمريكية، وربما يريد أن يعود بمصر إلى العهد المباركي، أن يكون هناك استقرار بالمعنى الأمريكي، والاستقرار معناه جعل أمن إسرائيل هو في المقام الأول، ومع عمل بعض الإصلاحات الشكلية لشكل ديمقراطي غير حقيقي، ولكنه يسمح بهامش من الديمقراطية موجود في مصر يمكن التنفيذ، وهذا التنفيذ الذي سيحدث هو مهم لاستمرار ذلك الاستقرار الذي جعل مبارك يستقر على حكم مصر في حكم مصر لـ30 عاما. لن يكون هناك مطالبة حقيقية جو بايدن بتغيير النظام في مصر إذا نجح، أو يكون هناك تغيير مطالبة حقيقية بحياة حزبية أو حياة ديمقراطية في مصر، وإنما مطالبة بإتاحة هامش الحرية الذي كان موجودا في عهد مبارك والذي يريد أن يعيد بالمنطقة كلها إلى عهد مبارك. سيد غانم، أخيرا، البعض يربط بين الإفراجات أو إخلاءات السبيل التي حدثت لما يقرب لأكثر من 400 ناشط سياسي اليوم في مصر كانوا على ذمم قضايا، وبين التخوف من مجيء جو بايدن من قبل السيسي ونظامه، هل هذا صحيح؟ هل هو استباق أم أن هذا يعني في قدر من المبالغة؟ ربما يكون صحيحا، ربما يكون، لأن النظام المصري للأسف يعيش يعني قزم حجم مصر وجعلها يعني مجرد تابع صغير في المنظومة الأمريكية، رغم أن القوى الأمريكية يعني قلت وتراجعت في الفترة الأخيرة كثيرا، ولكن هو النظام المصري يعني يحكمه الجيش قيادات العسكرية التي تعيش أساسا على المعونة العسكرية من أمريكا، وبالتالي علاقتهم بأمريكا مهمة جدا، وهو ربما يرى أنه إذا فعل ذلك فإنه يأخذ يعني قدم صدق عند بايدن، ولكن الحقيقة أن الأمور لا تأخذ بهذا الشأن في الجانب الخارجي. أعتقد إذا نجح بايدن، وهذا عليه علامة استفهام كبيرة، إذا نجح بايدن فإنه سيطلب فقط من الإدارة المصرية التخفيف من حدة القمع وليس بداية حياة ديمقراطية في مصر. أحمد غانم المراقب السياسي كنت معي عبر سكايب من نيويورك، أشكرك شكرا جزيلا. وإلى واشنطن ينضم إلينا من هناك عبر سكايب الكاتب الصحفي محمد المنشاوي. أحييك سيد المنشاوي. للحقيقة دعني أخذ منك انطباعاتك أنت الشخصية ومراقبتك للعملية الانتخابية خلال الساعات الماضية، كيف كانت؟ بداية أنا مريت على عدة مراكز اقتراع في العاصمة واشنطن وولايتي ميريلاند وفيرجينيا المجاورتين. المنطقة طبعا تميل بشدة وتاريخيا إلى الحزب الديمقراطي، فليس هناك منافسة كبيرة، لكن كان هناك ملاحظة هامة وهي انخفاض أعداد المصوتين بصورة شخصية في الأماكن الثلاثة التي زرتها اليوم، وهذا قد يكون له تبعات كبيرة. الكثير من المعلقين الأمريكيين أكدوا أن معدلات تصويت هذه الانتخابات ستكون قياسية بمقارنة بما مضى، وأن هناك ملايين المصوتين الجدد
مقارنة بالانتخابات السابقة، وهم سيكون لهم القول الفيصل في ترجيح كافة المرشح الديمقراطي جو بايدن. لكن مع انخفاض الأعداد التي رأيتها حتى الساعة الثانية قبل ساعة من الآن تشير إلى أن الأعداد لن تكون كبيرة كما تخيل الكثيرون، ولهذا أعتقد أن النتائج تكون لا يمكن توقعها. البعض توقع أن التصويت بالبريد سيكون في صالح الديمقراطيين والتصويت الشخصي في صالح الجمهوريين، لكن مع انخفاض نسب وأعداد المقترعين حتى الآن أعتقد أن الاحتمالات كلها ستتوارى، ولن يكون هناك معرفة إلا بعد خروج النتائج الأولى قبل نهاية اليوم. وأتصور أن ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية سيتم الإعلان عنهما ربما قبل فجر الغد بعد انتهاء اليوم بعدة ساعات، وستكون نتائج فاصلة في هاتين الولايتين. إذا فاز كما يتوقع الرئيس ترامب بهما ستكون له حظوظ في المنافسة، في الاستمرار على المنافسة انتظارا لظهور نتائج الولايات الأخرى خاصة المترجحة خلال أيام. لكن إذا خسر الرئيس ترامب الليلة ولاية فلوريدا أو ولاية كارولينا الشمالية أو كلاهما ستندثر وتتضاءل بشدة كبيرة حظوظه الانتخابية، ولا أعتقد أنه سيكون من الممكن له أن يكسب الانتخابات إذا خسر الليلة أحد هاتين الولايتين فلوريدا أو كارولينا الشمالية. طيب، هل من الممكن أن تكون هناك قراءة مختلفة للتراجع في الإقبال عن التصويت المباشر على عكس ما كان يتوقع البعض، أن الأمر بهذا الشكل يسير لصالح الديمقراطيين، خصوصا أن أكثر المصوتين بعض المراقبين يقولون ذلك عبر البريد هم يأتون لصالح الديمقراطيين لصالح جو بايدن وليس العكس؟ يعني هل هذا الطرح صحيح أم لا؟ أي طرح أستاذ أحمد على المستوى القومي لا يجب الاعتداد به، يجب أن يكون الطرح متعلق بولاية بعينها. إذا كان المصوتون بالبريد في ولاية فلوريدا، هناك يعني بداية هناك ليس انتخابات أمريكية اليوم، هناك 51 انتخابات في 50 ولاية زائد العاصمة واشنطن، وكل انتخابات منفصلة بصورة كاملة لا علاقة لها بالانتخابات الأخرى، ونتائج مخرجات هذه الانتخابات ال 51 هي من تحدد الرئيس. فما نقوله على أي ظاهرة يجب أن نحددها على أي ولاية، حيث أن الرئيس لا يفوز بالانتخابات الأمريكية إلا إذا فاز مجمعا بانتخابات عدة ولايات تمنحه الصوت الذهبي 270 مندوب من مجمع الانتخابي. أنا للحقيقة سيد أستاذ المنشاوي، أنا أريد أن أسألك أيضا عن الشعور العام الآن في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الشارع الأمريكي، وسائل الإعلام الأمريكية. هل لمس شيء ما نستطيع أن نستنتج منه بعض الأمور الخاصة بهوية ساكن البيت الأبيض، سواء ترامب يستمر أو جو بايدن، أم أن هذا الأمر من الصعوبة بمكان في هذا التوقيت تحديدا؟ أعتقد أنه ما زال من مبكر. الإعلام اليميني المؤيد للجمهوريين تقليديا مثل محطة فوكس وأخواتها، هناك محطات أخرى مثل أون أمريكا وغيرها، تناصر بشدة الرئيس ترامب حتى في مخرجات الانتخابات حتى الساعة. الإعلام الآخر مثل CNN وMSNBC ترى أن لا سبيل لفوز الرئيس ترامب اليوم. فهناك استقطاب ما زال موجود في الإعلام الأمريكي، وهناك عاطفة في تحديد وتغطية كل المرشحين. CNN وMSNBC تتردد كثيرا في انتقاد الرئيس المرشح الديمقراطي جو بايدن، ولا توجد أي مواد انتقادية أو كريتيكال يعني في حملته أو في أي توجهات أو أي حتى استطلاعات تكون سلبية له. وعلى العكس فوكس نيوز أيضا تنتقد بشدة الديمقراطيين ولا تذكر الكثير من الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس ترامب في بقية الوسائل الإعلامية الأخرى. فهناك استقطاب وهناك انقسام كبير جدا مستمر منذ وصول ترامب إلى السلطة، وزاد في عمقه واستقطابه وحدته بعد 4 سنوات من الحكم، ولا توجد دلائل يقينية حتى الساعة. كما ذكرت، الإعلام اليميني يرى أن ترامب سيفوز بسهولة، والإعلام الرزين أو الذي كان رزينا قبل وصول ترامب مثل CNN ونيويورك تايمز تعتقد أن جو بايدن يملك كل الحظوظ في الفوز. فأعتقد أن هناك ساعات تفصلنا عن غلق الصناديق، وقبل ذلك لن يعرف أحد أي شيء. لكن ماذا عن استطلاعات الرأي الأخيرة؟ يعني عن ماذا تبوح إذا كانت هناك استطلاعات يعني خرجت خلال الساعات الماضية أو قبل بدء عملية الاقتراع؟ تبوح بتقدم المرشح الديمقراطي في أغلب الولايات المتأرجحة، لكن
الفرق ضاق بشدة في الأيام الأخيرة في ولايات حساسة جدا للرئيس ترامب مثل ولاية أريزونا وولاية فلوريدا وكارولينا الشمالية. لا يستطيع الرئيس ترامب الفوز إذا خسر هذه الولايات، وهذه الولايات يمنح فيها بايدن تفوق بسيط جدا، نقطة أو نقطتين، وهناك هامش خطأ 3 نقاط، فالموضوع يكون احتمالاته متساوية بين المرشحين. وأعتقد أيضا أن إذا كان الرئيس ترامب استطاع أو بايدن دفع الحماس في الفئة المؤيدة له بصورة أكبر من الآخر هو الذي سيفوز، وهذا لن نعرفه إلا بعد انتهاء الانتخابات اليوم. خليني أختم معك بخبرتك فيما يخص الانتخابات الأمريكية. المشاهد الذي يريد أن يعرف هوية البيت ساكن البيت الأبيض، ماذا ينتظر؟ يعني ما الملمح الذي ينتظره فيقول هذا سيكون لصالح ترامب أو لصالح بايدن يعني خلال الساعات القادمة؟ إذا فاز بايدن بولاية فلوريدا الموضوع انتهى، هذا نعرفه خلال 6 ساعات من الآن. إذا حسمت ولاية فلوريدا للمرشح الديمقراطي فالموضوع منتهي وليس هناك أي حظوظ للرئيس ترامب. إذا فاز ترامب لا يعني ذلك فوزه التلقائي بالرئاسة، هناك مشوار طويل في بقية الولايات المترجحة له. نعم، أشكرك شكرا جزيلا محمد المنشاوي الكاتب الصحفي، كنت معي عبر سكايب من واشنطن. مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة بعد قليل. قوى الربيع العربي ومحور الثورات المضادة يترقبان نتيجة الانتخابات الأمريكية، فلمن سيميل ساكن البيت الأبيض؟ ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، منذ العام 2010 مرت ثورات الربيع العربي بانتصارات وانكسارات، وصلت إلى سدة الحكم في دول عدة، وانقلب عليها مناهضوها في بلدان أخرى. في صعودها وهبوطها كانت أعين المتابعين تترقب رد فعل الساكن في البيت الأبيض، بين تأييد لمطالب شعبية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وبين تحيز إلى معسكر الثورات المضادة في إجهاض آمال الشعوب. حول هذه النقطة ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن المحلل السياسي أسامة أبو أرشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية. أحييك سيد أسامة. هل يختلف بايدن عن ترامب في شيء فيما يخص النظر لمطالب البلدان العربية، مطالب الشعوب تحديدا في الحرية واختيار حكامها إلى آخره، أم أن في النهاية أمريكا أيا كان الرئيس هو ينحاز إلى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح إسرائيل ليس أكثر ولا أقل؟ إذا تحدثنا في السياق العام وفي الإطار العام عن السياسة الخارجية لا شك أنه هناك فروق جوهرية بين الطرفين، لكن إذا تحدثنا في السياق الخاص في تحديدا حول ما طرحته أنت من سؤال لن تجد فروقا جوهرية بين الطرفين، اللهم إلا في درجة الشراسة ودرجة الانحياز والتواطؤ المطلق الذي يقوم به دونالد ترامب لصالح أنظمة عربية ديكتاتورية في مقابل السياسة التي ستكون عليها أو المقاربة تحت إدارة بايدن، الذي قد يختار السكوت أو النقد الخجول أو المطالبات التي لا ينبني عليها نتائج أو لا يترتب عليها عقوبات للدول التي تخالفها. فأظن أننا سنشهد تعديلا فيما يتعلق في السياسة أو في العلاقات مع حكم مثل الحكم السعودي في ظل نفوذ شخص مثل محمد بن سلمان أو مصر، سنجد تعديلا، لكن هذا التعديل لن يكون جذريا، بمعنى ستكون الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن أكثر انتقادا، أكثر يعني مطالبة لها للسعودية بالوضوح أو لمصر مثلا بالإفراج عن بعض السجناء خصوصا الأمريكيون منهم أو محاولة إيجاد حل سياسي. لكن هل ستشرط العلاقات بذلك؟ أستبعد ذلك. السعودية قد تكون حالة خاصة بالمناسبة لأنه هناك حساسية داخل الحزب الديمقراطي من شخص محمد بن سلمان بسبب قضية مقتل خاشقجي، هذه الحساسية قد تؤثر نوعا ما أن يكون هناك ضغط من داخل الحزب الديمقراطي على إدارة بايدن لكي تظهر نوع من يعني أكثر حزما في التعامل مع السعودية، لكن لن يكون التغيير جذريا على الأقل
في السنوات الأولى لحكم بايدن، اللهم أن يتحدث تطورات على الأرض سواء في مصر أو في السعودية أو في أي دولة عربية قريبة من الولايات المتحدة، أو نظام حكمها اليوم قريب من الولايات المتحدة كما رأينا في عام 2011. الديمقراطيون أسرع للتخلي عن حلفائهم إذا ما رأوا أنهم يتساقطون أو أنهم على أبواب الغرق، مقارنة بالجمهوريين ومقارنة بشخص تحديدا مثل دونالد ترامب. طيب، هذا من ناحية الإدارات الأمريكية أن كانت ترامب بايدن، لكن ماذا عن الأنظمة التي توصف بالمستبدة في المنطقة العربية؟ هل سيكون لهم رد فعل ما، تغير ما، إذا جاء بايدن إلى الحكم على حساب ترامب؟ يعني ستتغير الاستراتيجيات لديهم بشكل أو بآخر أم لا، خصوصا سواء السعودية، مصر أو بلدان أخرى؟ أظن أن سيشهد تغيير في ملفات معينة، وفي ملفات سينتظروا أن يروا كيف ستتعامل معها إدارة بايدن. مثلا في ملف الليبي على سبيل المثال، ولا الملف اليمني، سينتظروا ليروا كيف ستتعامل إدارة بايدن معهم. هل ستكون يعني ناقدة؟ هل ستكون حازمة في موقف من التدخلات فيهما؟ أم أنها ستكون مترددة كما كانت إدارة باراك أوباما، لن تكون متواطئة بالدرجة التي كانت عليها إدارة دونالد ترامب؟ هذا السياق. لكن أين سنرى خلافا أو اختلافا؟ خصوصا هو ما يتعلق بالملف الإيراني تحديدا. التصعيد مع إيران الذي قامت به كثير من تلك الدول لن تجد نفس اللغة تحت إدارة بايدن، لأن بايدن سيكون أكثر اهتماما بإعادة تفعيل الاتفاق النووي، بمعنى أنه يريد إعادة التفاوض عليه بسبب التغيرات التي طرأت عليه منذ عام 2018 منذ الانسحاب الأمريكي الرسمي منه. فسيحاول أن يعيد إيران إلى ما كانت عليه وإلغاء أي تقدم تم في ملفها النووي بعد الانسحاب الأمريكي. وبالتالي فإنه في حال حصول بوادر تقارب أو بوادر حل بي أمريكي إيراني في الأفق، سنجد درجة أقل من يعني من التطرف في الموقف العربي من إيران، رغم أن إيران مسيئة في ملفات كثيرة، لكنهم لا يعادونها بسبب جرائمها في العراق أو في سوريا أو في اليمن، يعادونها لأنها ينظرون لها أنها خصم استراتيجي لهم، لكن خصم استراتيجي للأنظمة وليس في مصالح الشعوب. فقد نرى هنا تغيرا. المسألة الأخرى، إدارة بايدن لن تلغي إنجازات بين قوسين دونالد ترامب فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والتسارع التطبيع مع إسرائيل، لن تلغيها وستحافظ على ذلك التسارع، لكن لن تستخدم أسلوب الرشوة ولن تستخدم أسلوب التماهي مع إسرائيل الذي عليه إدارة دونالد ترامب. ستكون منحازة لإسرائيل وليست متماهية مع خطاب اليمين الصهيوني الحاكم في إسرائيل اليوم. وهذا قد يترتب عليه أنه نجد إعادة قراءة أو إعادة تشكيل الموقف العربي المتداعي إلى التطبيع مع إسرائيل بسرعة، بحيث أنه قد يكون أقل حماسة لذلك مع استمرارهم على هذا الخط. نعم، أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي أسامة أبو أرشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، كنت معي عبر الهاتف من واشنطن. مشاهدينا الكرام، وعن سير العملية الانتخابية اليوم وحتى هذه اللحظة والأجواء في مراكز الاقتراع، تنضم إلينا عبر سكايب من نيويورك الصحفية المتخصصة في الشؤون الأمريكية نادين ساندرز. أحييك نادين، وأرجو أن تطلعينا عن سير العملية الانتخابية والاقتراع فيما يخص الانتخابات الأمريكية، كيف كانت خلال الساعات الماضية؟ نعم، أهلا بكم مشاهدين. اليوم بدأ نسبة لما كان يتخوف منه الأمريكيون، بدأ بشكل هادئ وما زال يستمر بشكل هادئ نسبيا، لطيف وجميل. حتى الآن لا توجد أي اضطرابات عنيفة أو أي شيء يدعو للقلق، رغم أننا ما زلنا نتخوف من المساء. الآن ما زال التصويت والاقتراع جاريا في ساعاته الأخيرة، لم تبدأ إعلانات عن أي ولايات على الإطلاق لأن التصويت ما زال جاريا. الفرز بدأ في بعض الولايات ولكن لا يمكن إعلان عن أي نتائج حتى يتم الانتهاء من الفرز. وأي ولاية يمكن أن يكون قد بدأ فيها الفرز ربما منذ ساعات أو منذ أيام حسب
إذا كان هناك تصويت بالبريد وقد بدأ بالفعل منذ أيام أو أسابيع أو اليوم بدأ الفرز، لأن كل ولاية تعمل على حدة، كل ولاية لها نظامها، ولكن على كل الأحوال لن يتم أي إعلان حتى نهاية هذه الليلة بأقل الأحوال. هناك ولايات ستعلن غدا وربما بعد غد، ولكن مصلحة البريد تلقت أمرا من قاض فيدرالي بأنه يجب عليها بحلول الساعة الثالثة بالتوقيت الشرقي للساحل الشرقي الولايات المتحدة أن تسلم كل بطاقات البريد التي لديها بكل أفرعها بكل مرافقها بالبريد السريع إلى المختصين ليتم إحصاء هذه الأصوات البريدية ولا يهمل منها أي شيء. الآن في أريزونا يتحدثون عن كثافة عالية من العاملين في مصلحة البريد لفرز هذه الأصوات وتوصيلها وعدها. ولاية أريزونا تعتبر من الولايات المتقدمة في مبحث الفرز والعد، ولكن لن تكون هناك أي إجابات حتى ساعات متأخرة من الليل. بايدن يقوم بجولته الأخيرة في بنسلفانيا ومن ثم إلى ديلاوير، ويتحدث عن أنه فيما إذا كان رئيس الولايات المتحدة القادمة فهو لن يقول أن هناك ولايات حمراء وولايات زرقاء، وسيقول أن هناك ولايات متحدة. التفاؤل عالي بالنسبة للديمقراطيين، ولكنه بنفس الوقت حذر جدا. ما زلنا ننتظر. نادين، هذا ما كنت سأتحدث فيه معك، عفوا للمقاطعة، ابقي معي نادين. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى كلمة لكمالا هاريس نائبة جو بايدن، فلنستمع لكمالا هاريس. شكرا. كمالا هاريس في ميشيغان، ومنذ قليل كنا نتابع جو بايدن في بنسلفانيا. إذن هذه يعني الأنشطة المتسارعة والأخيرة عموما لكلا المرشحين لمحاولة اجتذاب أكبر عدد من الأصوات في الساعات القليلة المتبقية من عمر العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. عودة إليك نادين، في مسألة ما نراه من جو بايدن، ما نراه من كمالا هاريس خلال الكلمات القليلة التي قالوها خلال اليوم، نرى هناك نوع من أنواع التفاؤل قدر المستطاع السعادة، على عكس ما عندما تابعنا كلمة ترامب عندما زار أحد مراكز الاقتراع على ما أعتقد كانت في جورجيا أو ولاية أخرى، لم يكن بنفس التفاعل والسعادة، بدا عليه بعض القلق. يعني مثل هذه الأمور هل تحمل أي دلالات من وجهة نظرك نادين أم لا؟ نعم، رئيس ترامب كان يقول شيء بمعنى أنه لا أذكر كلامه على الضبط، ولكن بمعنى أنه تصعب عليه الخسارة كثيرا، مما يعني أنه يشعر بأنه ربما سوف يخسر. مع تفاؤله الشديد البارحة بأن الولايات ستتحول إلى حمراء، وهذا بالفعل قد يحدث لأن الولايات التي هي جاهزة لأن تفرز أصواتها أو تعلن حصيلة التصويت فيها هي في الغالب قد تكون جمهورية، ولذلك قد يكون إعلان عن الولايات الحمراء باكرا. إنما ترامب أيضا في البيت الأبيض الآن يجهز لحفل تنصيبه كرئيس في المساء، وقد دعي إلى الحفل كثير من السياسيين والاقتصاديين، وهو يتجهز لهذا الأمر. يعني لا أعتقد أنه باليأس المطلق، ولكن هناك حذر من الطرفين، لأنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بحتمية من سيربح. الجميع الأمريكيين لديهم هذا الحماس، ولديهم هذا القلق، ولديهم هذا الاضطراب والتوتر في انتظار النتائج. المعنويات مرتفعة جدا من الطرفين، والخوف مرتفع جدا من الطرفين. الخوف قد لا يكون سلبيا بالضرورة، هو إيجابي، ولكن الترقب أيضا للأوضاع كيف ستسير بعد بدء إعلان نتائج أصوات الولايات، وكيف ستسير الأمور، وكيف ستكون تصريحات رئيس ترامب، كيف ستكون تصريحات بايدن والديمقراطيين. كل هذا في حال الترقب، ستتوضح الأمور بعد عدة ساعات عندما تبدأ الساعة
السابعة إغلاق مراكز البريد، إغلاق مراكز الاقتراع، ويبدأ العد والفرز هنا. نعم. سوف تبدأ خلال ساعة أو ساعتين بعض الولايات بالظهور إلى أي جهات تميل في تصويتها من ناحية الأغلبية. شكرا جزيلا نادين ساندرز المتخصصة في الشأن الأمريكي، كنت معي عبر سكايب من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة، وبعد قليل ترامب وبايدن يختلفان في أمور شتى ويتفقان على أمن إسرائيل. كيف تؤثر نتيجة الانتخابات الأمريكية على القضية الفلسطينية ومستقبل العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل؟ ابقوا معنا. أمور شتى اختلف بشأنها ترامب وبايدن، إلا أنهما اتفقا على ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل. فترامب قدم لإسرائيل ما لم يقدمه رئيس أمريكي من قبل، فقد اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، وأغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وطرح خطته للسلام التي تهدم الحقوق الفلسطينية من أساسها. وبحسب مراقبين، ومؤخرا ألقى بثقله ليدفع دولا عربية للتطبيع مع تل أبيب. على الجانب الآخر، لا يختلف بايدن كثيرا في الانحياز لإسرائيل، وإن كان متمسكا بحل الدولتين يعارض الإجراءات الأحادية والتوسع الاستيطانية. وينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان. أحييك سيد حمدان. ببساطة شديدة، أنتم في حماس من تفضلون؟ استمرار ترامب أم مجيء جو بايدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن نفضل من يعترف بالحقوق الفلسطينية ويقبل بحق الشعب الفلسطيني سواء في أرضه ووطنه أو المقاومة. ومع الأسف هذا لا ينطبق على أي من الرجلين، مع وجود فارق بينهما بكل تأكيد، بين شخص يطبق الاستراتيجية الأمريكية وفق الرؤية الصهيونية وأعني بذلك الرئيس ترامب، وبين شخص يرعى المزاج الدولي الذي يريد الاستمرار في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم، وبالتالي يراعي بعض القضايا الشكلية. لكن كلا الرئيس الحالي والمرشح حتى اللحظة لم يعبر أي تعبير فيه إقرار حقيقي بالحقوق الفلسطينية، أو إقرار بأن الفلسطينيين شعب يملك الحق في أن يستقل وأن يقرر مصيره بنفسه. وأعتقد أن هذه مشكلة كبيرة في الموقف الأمريكي بالمجمل.
وعليه أنتم لا تعتبرون أن هناك فارق جوهري بين ترامب وبايدن فيما يخص القضية الفلسطينية؟ في الاستراتيجية الأمريكية واضح أن هناك التزام أمريكي بأمن وبقاء الكيان الصهيوني وربما تفوقه في المرحلة الأخيرة، لكن لا شك أن هناك فارق مهم يجب أن نلحظه في الأداء والذي يثمر إجراءات، بمعنى أن ترامب يسعى لتنفيذ الرؤية الإسرائيلية في بناء تحالف إقليمي يكره بعض الأطراف العربية عليه أو يأتوا راغبين مع الكيان الصهيوني، وأن يتحول هذا الموقف إلى عداء لباقي المنطقة عربيا وإسلاميا، فيما ربما لا يفضل الأمريكيون ذلك، الديمقراطيون ذلك، على اعتبار أن من شأن ذلك أن يزيد من مستوى التوتر بالمنطقة وهو ما سيؤثر سلبا على إسرائيل. إذن الخلاف في الأداء هو حول ما يحقق المصالح الإسرائيلية والأمريكية بشكل أفضل. نحن نعتقد أن على الإدارة الأمريكية أن تجري مراجعة، وأظن أن هذا هو المطلوب اليوم إذا جاء بايدن للرئاسة، مراجعة للسلوك الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المنطقة، وإدراك أن إسرائيل لا تشكل ضمان لأي حال من الأحوال للمصالح الأمريكية في المنطقة، بل هي تشكل عامل عدم استقرار على مستوى المنطقة وعامل قلق حتى للمصالح الأمريكية فيها. في مسألة التطبيع التي رأينا جزء من، على الأقل يبدو أن قطار التطبيع بالفعل قد بدأ، الإمارات، البحرين، السودان مؤخرا، هل تعتقد يعني إذا جاء بايدن على سبيل المثال سيتوقف هذا القطار، قطار التطبيع، أم أن القطار انطلق بالفعل ولن يتوقف حتى يصل إلى محطته الأخيرة؟ يعني من المهم أن نؤكد على مسألتين. المسألة الأولى أن قطار التطبيع انطلق في إطار الضغط الأمريكي الذي مثله ترامب، وهو قد لا يكون نفس السياسة التي يعتمدها بايدن، إذ كما أشرت قبل قليل فإن الديمقراطيين يرون أن المصلحة أن يكون التطبيع طوعيا واختياريا وليس بالضغوط التي لا تلبث أن تسبب انهيارات. المسألة الثانية أنه منطق الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة ترامب في موضوع التطبيع كان بناء محور جديد في المنطقة يشتبك مع المنطقة، وهو ربما لا ينسجم مع مؤشرات الموقف لدى الرئيس المرشح أو نائب الرئيس السابق المرشح للرئاسة بايدن. بكل الأحوال نحن نعتقد أنه التطبيع يخالف إرادة الشعوب ويخالف رغبة الشعوب، وبالتالي لا يلبث هذا التطبيع أن ينهار، فيما لو قررت الإدارة الأمريكية أن الأولوية هي في عدم الضغط من أجل التطبيع بقدر ما هو الذهاب فيما يخالف رغبات المطبعين. الكل يعرف أن الدول التي طبعت لها أجندات ربما تنسجم مع الإدارة الأمريكية الحالية ومع الكيان الصهيوني في العداء للمقاومة، في العداء لعملية التغيير والديمقراطية في المنطقة، في العداء لبعض دول الإقليم الأساسية. ربما لا يكون هذا هو سلوك الإدارة التي سيرأسها بايدن، وهذا يعني أن القواعد التي قامت عليها عملية التطبيع سرعان ما ستكون غير عملية، وهذا ربما يؤثر على مسار عملية التطبيع وعلى الذين بادروا بالاندفاع فيها في الآونة الأخيرة. طيب سيد حمدان، وجدنا هناك تقارب كبير بين الفصائل الفلسطينية وعلى الأكثر بالطبع حماس وفتح، يبدو أنهم استشعرتم الخطر، مسألة التطبيع والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. إذا ذهب ترامب وجاء بايدن، هل تعتقد أن استشعار الخوف سيتراجع وبالتالي ستتراجع مسألة المصالحة والتقارب بين الفصائل الفلسطينية أم لا؟ أنا لا أعتقد أن مجيء بايدن سيقلل من المخاطر على القضية الفلسطينية، لأن بايدن لن يتراجع عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وسيبقيها، لن يتراجع عما منحه ترامب للكيان الصهيوني وسيبقيه، وبالتالي سيحاول أن يطور أداءه وفق ما الأمر الواقع الذي أقامه ترامب، ربما يعدل في بعض الإجراءات، ولكن في القضايا الجوهرية التي تمس القضية وصلب القضية الفلسطينية لا أظن أنه سيقوم بأي تغييرات، وهذا سيبقي المخاطر قائمة. علينا أن لا ننسى أن الفريق الذي ذهب إلى التطبيع وبالتحديد الإمارات ستكون معنية بالمحافظة على زخم هذه الاندفاعة، وستبذل كل جهد أيضا بالتحالف مع الكيان الصهيوني لدفع الأمور بهذا الاتجاه، وهذا من شأنه أن يبقي أيضا جملة المخاطر على القضية. لذلك نحن نعتقد، لسنا في حماس وحدها وإنما هذا حوارنا مع إخواننا في فتح وسائل الفصائل،
أن المخاطر لن تتراجع وأن المسار الذي نسير فيه يجب أن يحقق الأهداف التي نريدها. طيب أخيرا سؤال الأخير حتى لا أطيل عليك سيد حمدان، من المبدأ التعويل على أمريكا بشكل عام فيما يخص القضية الفلسطينية والمصالح الفلسطينية، هل هو صحيح؟ أما أن أمريكا سواء بايدن أو ترامب جمهوري أو ديمقراطي لن تقدم شيئا حقيقيا للقضية الفلسطينية؟ لا، شوف، الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت ملتزمة استراتيجيا بمصالح إسرائيل، ولم تكن في يوم من الأيام وسيطا نزيها أو حتى وسيطا حقيقيا في القضية الفلسطينية، بل كانت تعمل لصالح إسرائيل. هذا موقفنا وهذه الخلاصة التي وصل إليها من خاض عملية التسوية الآن. لذلك لا أحد منا يعول على الإدارة الأمريكية الحالية أو غيرها، ولكننا ندرك تماما في نفس الوقت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الأول في المنطقة وهي الداعم الأول للكيان الصهيوني، وبالتالي لا بد من شيء من التعامل مع الإدارة الأمريكية بحكمة وبذكاء ودون تقديم تنازلات وبما يضمن الاستمرار في السعي لتحقيق مصالحنا. هناك فارق بين أن نتعامل أو أن يجري تعامل مع الإدارة الأمريكية كقوة دولية عظمى، وبين أن نرضخ للشروط الأمريكية، وبين أن نعول ونأمل أن تحقق لنا أمريكا ما نريد. هذه المسألة يجب أن تكون واضحة، وهي اليوم باتت أكثر وضوحا. أمريكا دولة فاعلة وهي دولة عظمى في العالم ومؤثرة في كل قضايا، فلا بد أن نتعامل مع هذا الواقع، ولكن حماية القضية والدفاع عن الحقوق واستعادة الحقوق هذا شأن فلسطيني وشأن عربي وإسلامي ودولي، يدار بطريقة مختلفة عن طريقة الرغبات والآمال الواهمة في أن تقدم لنا أمريكا شيئا. أشكرك شكرا جزيلا سيد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، كنت معي عبر الهاتف من بيروت. ومن حماس إلى فتح ينضم إلينا عبر الهاتف سيد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والممثل السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. أحييك سيد عباس، كنت منذ قليل سألت سيد أسامة حمدان من تفضلون في حماس، ترامب أم بايدن؟ وأسألك نفس السؤال، من تفضلون في فتح، ترامب أم بايدن؟ يعني هما كلاهما وجهان لعملة واحدة، ولكن الفرق ما بين بايدن وما بين ترامب بأنه ترامب رئيس وقح بلا أخلاق، يريد عالم بدون قواعد ولا نظام، يريد أن يفرض الهيمنة للاحتكارات الدولية العالمية، وينتفي عنده قوانين الإنسانية، وهدفه واضح الربح فقط بغض النظر من المتضرر وكم حجم خسائر الشعوب. الديمقراطيين تاريخيا لهم استراتيجية واحدة مع الجمهوريين، هو أن لهم استراتيجية في العالم حرين فيها، ولكنهم ينظرون للشرق الأوسط بعيون إسرائيلية، ويحكمهم اللب الصهيوني. يعني سواء كان أي رئيس أو أي قوة، فأمريكا أمام الصهيونية حمل وديع، وبالتالي نحن ننظر إلى أن التغيير في الولايات المتحدة على حساب الشعب الفلسطيني، ما لم يكن هناك يعني موقف عربي يقول لأصحاب المصالح إن الفلسطين هي قضية مركزية، قضية عادلة، ويضغط باتجاه تحويل هذا الفهم الأمريكي الذي ينظر إلى أي حلول بالرؤية الإسرائيلية للحل. هنا يمكن أن يكون أمل بأن يكون علاقات مع الولايات المتحدة، ولكن بحذر. منذ قليل كان السيد أسامة حمدان يقول لي أننا لا نعول على أمريكا من الأساس، وهي في النهاية منحازة بغض النظر يعني عن الخطوات التي يتخذها هذا الرئيس أو ذاك. وسؤالي، هل بالفعل أنتم لا تعولون على أمريكا؟ أمريكا منحازة أيا كان اللون الذي يحكمها؟ أمريكا مصالحها ليست معنا، مصالحها في المنطقة العربية، في النفط، في المصالح، في التبادلات التجارية، وقد انحنى العرب أمام الحذاء الأمريكي،
بل ذهبوا ركعا ومهرولين إلى إسرائيل تقربا لترامب وأمريكا المتصهينة أو الإنجليين، فإن يعني لا قيمة للقضية لشعبها في نظر أمريكا إلا إذا كان الوضع الفلسطيني نموذجي، وكان الوضع الفلسطيني بتصرف الكبار على الأرض وليس بالانتظار وليس بأن نؤجل القضايا التي تستحق أن تكون أولا. فأنا أقول آن الأوان أن نعتذر عن ماضي وأن نضع استراتيجياتنا اللي أخذناها في ما بعد سنة 2014 موضع التنفيذ، قرارات للمجلس المركزي، قرارات للمجلس الوطني، قرارات لمؤسساتنا، ولكن حتى الآن مراوحة في المكان دون تنفيذ، في انتظار أن تكون هناك وحدة فلسطينية. وأنا أعتقد أن الميدان هو الذي يوحدنا، وأن الحسابات الفصائلية أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني. طيب يعني سيد عباس، فيما يخص مسألة المصالحة الفلسطينية ومسألة التقارب الفلسطيني، نكون يعني أنتم قربتم بعض الشيء من بعضكم البعض، هل هذا بسبب ما قام به ترامب، وبالتالي إذا زال ترامب سيزول هذا السبب ونعود لمسألة المناكفات بين الفصائل الفلسطينية ولا تتحقق المصالحة بشكلها النهائي أم لا؟ لا، أنا بقول لك بكل وضوح وبكل صراحة، كل اللي راهنوا على أمريكا يعدون على أصابعهم، وأن كما قلت الرؤساء وجهان لعملة واحدة، وأمريكا إن كان لها استراتيجية تجاه أي مكان وحرة في تنفيذ استراتيجياتها، إلا أنها في المنطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في الموضوع الفلسطيني تفقد الصواب والعقل والرشد، وتمارس بالرؤية الإسرائيلية، سواء يعني اعتراف بأنه ليس هناك احتلال وأنه هذه أرض الميعاد، ووكلوا فينا رولات التطرف الصهيوني مثل فريدمان اللي هو مستوطن، أصبح سفيرا للولايات المتحدة، ومثل أيضا كوشنير، ومثل أيضا جرينبلات، كل هؤلاء يعني صهاينة متطرفين. أنا في اعتقادي أن القيادة الفلسطينية وقد حسمت أمرها إن شاء الله مقبلة على انتخابات ستفرز الأفضل، وكل من كان عائق في وجه الوحدة الفلسطينية لن يكون يعني قادر على تبرير مواقفه في الأيام القادمة، لأنه يجب أن يستعد الفلسطينيين لفرض واقع جديد من خلال يعني مضايقة إسرائيل، حتى تشعر أمريكا أنه ربيبتها في المنطقة في خطر، بتنتبه للفلسطينيين. سيد عباس، يعني إذا حاولنا أن نضع سيناريو قادم، إذا أكمل ترامب فترة ثانية، بالطبع يبدو ستكون الأمور أصعب عليكم، السلطة الفلسطينية، على الفصائل الفلسطينية، على القضية الفلسطينية برمتها. في هذه الحالة ماذا أنتم فاعلون، خصوصا أن قطار التطبيع يبدو أنه سينطلق إلى محطات أخرى غير الإمارات والبحرين والسودان؟ شوف، أنا مرتاح للي بصير. أولا، إحنا كنا محسوب علينا عرب، وكان أي واحد بينظر لنا بيقول 380 مليون عربي سيرموا إسرائيل في البحر. ثبت أنه مع الناس هذا الرصيد العالي، أن دول ذات مناقبية وموقف وطني حاسم، مثل مثلا الجزائر، مثل سوريا، هؤلاء نظاما وجماهير مع الشعب الفلسطيني، مع قضية فلسطين. أما الباقي فقد ترنح أمام المصالح وأمام المال اللي يملكه الصغار. وبالتالي أنا بقول لك إنه الآن كل ما أمعنت إسرائيل في ذبحنا
وكل ما تطرفت إسرائيل أمريكا لصالح إسرائيل، الجماهير العربية ستكون جاهزة لتأديب قادتها، وستعود القضية الفلسطينية أولا، لأن في الرخاء ما حد معنا، صرنا إحنا كمان وزراء وصرنا قيادات، لكن لما يشوفونا في واقع أننا يعني نواجه وندفع تضحيات، كل الشعب العربي سيكون معنا ويطيح لمن أرادوا تحويل المسار والاستسلام والركوع. وأنا بقول لك الحكم المؤقت هذا أو الانتقالي بقيادة الهارون وحمدوك فتحوا على حالهم النار. السودان هي البلد الذي لن يطبع ولن يسمح للقادمين المتسكعين من باريس ومن واشنطن أن يحكموا هذا البلد العظيم. بقول لك البحرين وثورتها، بقول لك كيف الكويت وشرفها وطهر الصحراء، بقول لك إنه حتى في الإمارات مش كل الإمارات أبو ظبي ودبي يعني بصراحة. تمام يعني وضحت الفكرة، وأسف على المقاطعة. سيد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الممثل السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، كنت معي عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، الحديث عن التطبيع تزامنا مع الانتخابات الأمريكية لا يزال يشغل جانبا كبيرا من اهتمام النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية. دعونا نستعرض بعضا من هذه المشاركات. على سبيل المثال، الكاتب القطري جابر الحرمي غرد قائلا: بقاء ترامب في البيت الأبيض لفترة رئاسية أخرى أو مجيء بايدن لن يغير كثيرا من المشهد. وكتب بوزيان مسعود: مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية فإن الكيان الغاصب لفلسطين الحبيبة هو الرابح، وأن العرب وقضاياهم هم الجانب الخاسر. متى يعي العرب هذه الحقيقة؟ أما الدكتور أحمد الزايدي فكتب قائلا: رغم أهمية الانتخابات الأمريكية للشعب الأمريكي ولبعض الدول بشكل خاص مثل إيران والصين وتركيا، إلا أنها لن تأتي بأي جديد بالنسبة للعرب. سياسة أمريكا في المنطقة ثابتة منذ عقود، وإسرائيل ستبقى طفلها المدلل بغض النظر عن ساكن البيت الأبيض. حساب يحمل اسم مواطن سعودي غرد قائلا: برأيي المتواضع، الانتخابات محسومة لصالح ترامب لأسباب عديدة، من أهمها ملف إسرائيل والتطبيع العربي، الاقتصاد الأمريكي والحرب الاقتصادية مع الصين، فرض الهيمنة الأمريكية من جديد على أوروبا والعالم، إنقاذ أمريكا من الانهيار على يد الديمقراطيين. هذا رأيه. أما الإعلامي الفلسطيني ناصر اللحام فغرد قائلا: ولو نجح ترامب سيواصل لعب دور سانتا كلوز وتوزيع الهدايا على إسرائيل. أما ياسين عز الدين فكتب قائلا: ترامب استخدم كل مقدرات أمريكا للضغط على العرب من أجل التطبيع مع الاحتلال، وأمريكا دولة اقتصادية قوية عالميا لا يمكن مواجهتها بسهولة. في المقابل بايدن لن يكون بنفس حماسة ترامب، طبعا لن يكون صلاح الدين، والأهم كيف نتصرف نحن. أما دنا هذا الحساب كتب قائلا: لم ينتهي بعد ترامب من إكمال التطبيع والسلام بين الدول العربية وإسرائيل، ولذلك أتوقع أن يفوز. وأستاذ العلوم السياسية الكويتية الدكتور عبدالله نفيسي كتب قائلا: الأمة التي فقدت زمام المبادرة فقدت الكثير. الأمة التي تنتظر ترامب أم بايدن ستظل رهينة. يجب أن ينشغل الشباب خاصة كيف تستعيد الأمة زمام المبادرة، إنها مسؤولية جد جسيمة. مشاهدينا الكرام، وما زلنا معكم في هذه التغطية المفتوحة منذ ساعات طويلة لمتابعة الانتخابات الأمريكية وعملية الاقتراع التي بدأت منذ ساعات، وعلى ما يبدو أنها قاربت على الانتهاء على الأقل في بعض الولايات، كما تظهر حتى على ساعتنا، الساعة تشير إلى 3 ساعات و17 دقيقة فقط، وتبدأ عملية فرز الأصوات في بعض الولايات.
مشاهدينا الكرام، في السياق غرد المرشح الديمقراطي جو بايدن عبر تويتر قبل دقائق من الآن قائلا: هذه هي اللحظة التي تختار فيها الأمل على حساب الخوف، الوحدة على حساب الانقسام، العلم فوق الخيال، الحقيقة على حساب الأكاذيب. دعونا نتعرف على آراء عدد من الفلسطينيين بالضفة الغربية وفي قطاع غزة بشأن الانتخابات الأمريكية، فلنتابع. الانتخابات الأمريكية بتأثر على الوضع الحالي الفلسطيني. عارفوا التحيز الأمريكي لدولة الاحتلال، واحنا نتأمل أن تتغير هذا الوضع لصالح الشعب الفلسطيني. ترامب بشوفه يعني أنه سياسته طبعا ماشي مع إسرائيل، مش عنده مثلا تفاوض مع العرب، أو هو قاعد إيش بيعمل؟ بيعمل تطبيع مع العرب عشان يكسبهم لصالحه. توقعات حسب ما يعني في استطلاعات الرأي أو المؤسسات المعنية بتوقعات الرأي في الانتخابات بترجح لبايدن، ولكن يبدو أن يمكن يكون للناخب الأمريكي رأي آخر في أنه ينتخب ترامب. بس في النهاية يمكن فوز الرئيس الحالي لأول مرة سيحدث في أمريكا أن الحكم لن ينتقل بشكل طبيعي. الانتخابات الأمريكية لها انعكاسات على قضيتنا الفلسطينية وعلى القضايا العمومية بشكل عام. كل تأكيد شعبنا أو الشباب أو الشارع الفلسطيني يتابع ب يعني أهمية بالغة نتائج هذه الانتخابات، كون أنها سوف تعكس تجاه القضية الفلسطينية حسب الإدارة الأمريكية وسياستها العدوانية بإدارة ترامب وانعكاساتها على القضية الفلسطينية وتداعياتها أيضا. بالمقابل ماذا سوف يحمل بايدن حول هذه القضية؟ هل سوف يصير يعني نفس النهج المتبع من قبل الإدارة الأمريكية أو سوف يتخذ يعني طرق مغايرة لها؟ في هذا السياق نحن نتحدث ونأمل أنه المرشح عن الحزب الديمقراطي جون بايدن يقدم ما الوعود التي أعطاها خلال حملته الانتخابية حول حل الدولتين، حول إعطاء حقوق للاجئين، حول قبوله لدولتين متجاورتين معترف بهما من كل من الطرفين. يعني احنا جربنا الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب طيلة الفترة السابقة وتابعنا عملية مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني والتوسع الاستيطاني وتقديم الحماية الأمريكية لدولة الاحتلال طيلة هذه الفترة. نأمل أن يأتي المرشح القادم يكون بايدن وأن يبدأ بتحقيق حقوق شعبنا الفلسطيني التي تم انتهاكها طيلة. وانضم إلينا الآن عبر سكايب من ولاية ديلاوير الأمريكية أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أحييك سيد فرانكو، ودعني أبدأ معك. السياسات الأمريكية في الأربع سنوات السابقة في عهدة ترامب بما يخص القضية الفلسطينية رآها البعض أكثر انحيازا لإسرائيل على حساب الفلسطينيين والمصالح الفلسطينية، فهل إذا فاز ترامب بولاية ثانية ستستمر هذه السياسة من وجهة نظرك أم ستتغير؟ إنك تتحدث عن النتائج اليوم. Sorry, Mr. Franco. The question is regarding. بكل تأكيد السيد ترامب سيواصل هذه السياسة في الشرق الأوسط، وأولوية الرئيس وكذلك السيد كوشنر هي حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وقد رأينا ما حصل بين الإمارات وإسرائيل والسودان، وقال الرئيس ترامب أن فقط البداية وأن
السيد ترامب ملتزم بتحسين العلاقات بين إسرائيل بين جيرانها، وقال لا مجال لإراقة المزيد من الدماء في الشرق الأوسط، وهو ملتزم أن يواصل هذه السياسة. ولم يتحدث السيد بايدن بخصوص هذه القضية أصلا. نعم، في نقطة أخرى سيد فرانكو فيما يخص المسألة السياسة الخارجية وتحديدا تجاه الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، لأن البعض يرى هنا في الشرق الأوسط أن ترامب داعم قوي للمستبدين العرب على حساب الشعوب العربية الإسلامية، هل هذا الطرح صحيح فعلا يعني، أو السياسات الحالية تؤكد على أرض الواقع، وهل سيستمر ترامب في هذا المسار أم سيغيره لو فاز بفترة ثانية؟ حسنا، أريد أن أقول أمران بخصوص المنطقة. فيما يخص الفلسطينيين فإن السيد ترامب ملتزم بحل الدولتين مع تأمين أمن وسلامة إسرائيل بسبب السوابق التاريخية الأليمة، وهنالك على العكس ربما انحياز ضد إيران، والعدو الأول هو إيران وليس فلسطين، وكذلك الأجنحة الإرهابية المتطرفة مثل حماس. إذن فيما يخص التحالف مثل ما تفضلت، أو الانحياز هو لحل الدولتين لتأمين الاستقرار في المنطقة، والتركيز للتهديد الذي يحيق بإسرائيل والدول العربية وهو إيران وليس فلسطين. طيب، دعنا نترك هذه القضايا جانبا لأن فيها الكثير للحقيقة من الجدل والأخذ والرد، لكن نذهب إلى العملية الانتخابية. كيف أنت كجمهوري كيف تقيم سير عملية الاقتراح حتى هذه اللحظة؟ حسنا، أعتقد أن الأمور كانت إيجابيا جدا بالنسبة للحزب الجمهوري، ورأينا إقبالا منقطع النظير، ورأينا خاصة تجمعات كبيرة لصالح الرئيس ترامب مثل ما لم يحصل أبدا مع أي حملة انتخابية لأي رئيس سابق، وهنالك تحمس كبير من قبل الأمريكيين، وأغلبية تقر بزعامة وبقيادة الرئيس ترامب وبتحسن الأحوال الاقتصادية في عهد ترامب، لأنه يضع الأولوية مصالح الأمريكيين قبل كل شيء، وربما قد يتم جني ثمار هذا العمل بانتخابه مرة أخرى. إذن الانتخابات تسير بشكل جيد بالنسبة للجمهوريين، وقد وهو يحتاج ل 270 صوتا لتحقيق فوزه وتأكيده. بالتأكيد 270، وكذلك يحتاج بايدن لل 270، لكن دعني أسألك، كل استطلاعات أو غالبية استطلاعات الرأي سواء على المستوى الوطني داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في الولايات المترجحة بدت أنها كانت أقرب لبايدن على حساب ترامب، ما رأيك في هذا؟ حسنا، هنالك أمران، ذلك ما كانت تشير إليه الاستطلاعات في 2016، ورأينا كذلك نيويورك تايمز قامت باستطلاعاتها وكانت تقول أن هنالك أكثر من 80% من الاستطلاعات لصالح هيلاري كلينتون في 2016. الأمر
يتكرر ولا يمكن أن نثق بهذه الاستطلاعات، لأن هنالك استطلاعات أخرى كذلك في صالح السيد ترامب، ولا يمكن الحكم المسبق لأنهم ركزوا على ولايات ديمقراطية تاريخيا مثل نيويورك على سبيل المثال، ولكن الفارق يبقى ضئيلا وعلينا الانتظار. أشكرك شكرا جزيلا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، كنت معي عبر سكايب من ولاية ديلاوير. ونعود مرة أخرى لمناقشة انعكاسات فوز أي من ترامب أو بايدن على القضية الفلسطينية، وانضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الدكتور نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني. أحييك دكتور. فرانكو أدولفو فرانكو وهو أحد المحللين الاستراتيجيين في الحزب الجمهوري يقول أن إذا فاز ترامب بولاية ثانية سيستمر على نفس النهج، فكرة الانحياز لإسرائيل، إدخال عدد من الدول العربية الأخرى إلى حلبة التطبيع. فهل تعتقد فعلا أن الصورة ستكون بهذا الشكل، وما مدى تأثير ذلك على القضية الفلسطينية بشكل عام إذا استمر ترامب لولاية أخرى؟ ترامب كارثة عظمى، يعني هو أعتقد دمر عملية السلام، وأعتقد أنه سيدمر الكثير في الولايات المتحدة لو أعيد انتخابه. أنا في رأيي هو أسوأ رئيس عاصرته من الولايات المتحدة، وبخاصة في موقفه من القضية الفلسطينية، ليس هناك أسوأ من ذلك. ولذلك أنا لا أعتقد أن السيد بايدن سيقوم بتغيير الأمور وسيحدث انقلاب، ولكن أي إنسان في الدنيا أفضل من هذا ترامب، أحمق رئيس حكومة حكم الولايات المتحدة، وأتمنى الخلاص منه في أسرع وقت ممكن، لكن هذا الأمر في يد الناخب الأمريكي الذي يقوم اليوم بإعطاء رأيه، وننتظر إلى الغد لكي نرى النتيجة. دكتور اسمح لي، البعض يقول أن الإشكالية ليست في ترامب أو بايدن، الإشكالية في من يعول على الولايات المتحدة الأمريكية من الأساس لإرجاع حقوق الشعب الفلسطيني وانحياز لهم على حساب إسرائيل، هل هذا صحيح؟ طبعا هو صحيح، الخنوع العربي لأمريكا بدأت نتائجه تأتينا، ولكنه ليس نابعا من رغبة هذه البلدان بالتخلص من مسؤوليات القضية الفلسطينية، وإنما هو راجع إلى فعلا النفوذ الحقيقي لعالم يحكمه قطب واحد في هذه المرحلة، عالم يحكمه الولايات المتحدة، ويحكم المتحدة أسوأ من حكمها وهو ترامب. هذه السيطرة الأمريكية، هذه الهيمنة الأمريكية على العالم قبل أن يستعيد روسيا قوتها، وقبل أن تصل الصين إلى مكانتها، وقبل أن تستعيد أوروبا وحدتها وتتخلص من المؤامرات الأمريكية لتفصيصها إلى دويلات مختلفة. وأعتقد أن ذلك سيحدث، يعني في خلال 4-5 سنوات سيتغير العالم، ولكن في هذا الحاكم في هذا الوقت في هذا الزمان الدول العربية خصوصا تلك المتأثرة بموضوع النفط والنفط أو بالدعم الذي يأتيها من دول النفط ترى في الولايات المتحدة السلطة الوحيدة، وترى في ترامب الحاكم الوحيد. لكن اسمح لي دكتور، بايدن حتى كان واضح لن أعيد ما تم خلال فيما يخص القضية الفلسطينية، يعني السفارة لن تعود إلى تل أبيب، ستظل في القدس، مسألة المستوطنات كذا كذا، كل ذلك وافق عليه جو بايدن بشكل أو بآخر، وبالتالي ما الذي يعني سيضيفه أو سيعطيه بايدن إذا وصل إلى سدة الحكم للقضية الفلسطينية؟ لو تولى الحكم فأر أو كلب بالنسبة لنا أفضل من هذا ترامب، بمعنى أنني لا أتوقع شيئا كثيرا من بايدن. دعني أتحفظ دكتور بالطبع على مثل هذه التشبيهات. أكمل ما لديك دكتور، تفضل. يا سيدي اسمح لي، هذا الرجل تحكم في بلادنا، وهذا الرجل انصاع إلى ما تريده إسرائيل، وضغط على الدول العربية لكي تستجيب لمطالب إسرائيل في وجه حقوقنا وفي وجه مستحقاتنا وفي وجه القانون الدولي وفي وجه التزام أمريكا السابق الذي تم في بيتها الأبيض الاتفاق على عملية السلام. في وجه ذلك كله قام ترامب بتحطيم ذلك كله بالتعاون مع نتنياهو، وبالتالي أيا كان ترامب أيا كان بايدن
وأنا لا أتوقع منه شيئا قبل سنة على الأقل. بده يأخذ على الأقل 6 أشهر ليكتب برنامجه الجديد. بده يأخذ وقت لكي يتغلب على ما فعله نتنياهو، على ما فعله ترامب في الوضع الداخلي الأمريكي، وبالأخص التخلص من نتائج الكورونا التي لم يستطع ولم يحاول ترامب أن يواجهها ويتغلب عليها في الوقت المناسب. لذلك نحن لا نتوقع الكثير ولا السريع أن يأتي نتيجة لانتصار بايدن إن تم هذا الانتصار، ولكن أي انتصار لأي إنسان هو أفضل من استمرار ترامب في رئاسة الولايات المتحدة. دكتور أخيرا، ماذا عنكم أنتم؟ ماذا عن الفلسطينيين؟ أقصد هنا السلطة الفصائل الفلسطينية أن تقوم به حتى تستطيع الوقوف في وجه سواء كان ترامب أو بايدن أو أي كان. ما الواجب عليكم الآن خصوصا في ظل تصارع مسألة التطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية؟ الواجب علينا تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. الواجب علينا الذهاب إلى انتخابات ديمقراطية. الواجب علينا الربط بين قيادتنا وقياداتنا في إطار موحد مع شعبنا وجماهيرنا. الواجب علينا قيادة موحدة لمواجهة الإسرائيلي بمقاومة شعبية. الواجب علينا إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. الواجب علينا إعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني. الواجب علينا استمرار التحرك عربيا ودوليا لمواجهة مؤامرة ترامب نتنياهو. علينا واجبات كثيرة، وأنا لا أقلل من مسؤوليتنا، ولكننا نواجه عدوا خطيرا، نواجه تحالفا بين ترامب ونتنياهو لم يسبق له مثيل في خطورته وفي تجنبه لأي مسؤولية ولأي قانون دولي. ولذلك نتمنى ذهاب هذا الترامب، ولكن ذلك لا يلغي مسؤوليتنا. مسؤوليتنا كبيرة، وقد بدأنا في محاولة الوصول إلى إعادة البناء لمواجهته. أشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني، كنت معي عبر الهاتف من رام الله. مشاهدينا الكرام، نشر الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب تغريدة على صفحته في موقع تويتر لما قال إنه موكب للاحتفاء به في نيجيريا، معتبرا ذلك شرفا عظيما. فلنتابع. ترامب كان سعيدا بهذا الفيديو، نشره على حسابه على تويتر لبعض النيجيريين وهم يخرجون إلى الشارع دعما لدونالد ترامب. مشاهدينا الكرام، دعونا نعود إلى واشنطن للوقوف على آخر الأخبار فيما يخص عملية الاقتراع، وينضم إلينا من هناك عبر سكايب الصحفي عبد الرحمن يوسف. أحييك عبد الرحمن، ماذا لديك فيما يخص آخر الأخبار في هذا السياق؟ يعني في هذا السياق ترامب توجه إلى البيت الأبيض، هو قرر أن يتابع النتائج من هناك، ربما يريد أن يقوم ب يعني إعطاء مسألة رمزية بأنه هو الرئيس القادم، لأنه شكك في نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ، وقال اليوم أنه يجب ألا تتأخر مسألة عد الأصوات وإعلان
النتائج، في إشارة منه أنه يريد أن تكون نتائج اليوم هي المعتمدة. هو له خطة رئيسية تتكون من نقطتين. النقطة الأولى أنه في حال كان متقدما في الولايات المتأرجحة بنسلفانيا، فلوريدا، ميتشيغان، ويسكنسون ومعهم أريزونا ونورث كارولينا، إذا كان متقدما في هذه الولايات سيعلن الفوز، وسيعلن هذا من البيت الأبيض في هذه الإشارة والرمزية والدلالة. أما إذا كان متأخرا فإنه سيستمر في فكرة الطعن على عد الأصوات التي وصلت بالبريد أو التصويت البريد الذي يراد له أن يتم استلامه بعد إغلاق باب الاقتراع اليوم في الساعة 7 في 6 ولايات من الولايات الشرقية، التي هي ستكون أول الولايات التي تغلق أبوابها بحكم أنها أول من فتحت أبواب التصويت اليوم في 6 و7 من صباح اليوم، ولا سيما الولايات فلوريدا التي هي ستغلق الساعة 7 ومع جورجيا ومع فرجينيا وثلاثة ولايات أخرى. ومن ثم هو يا إما سيطعن أو سيعلن الانتصار، لكن في نهاية الأمر رأينا أن تويتر وفيسبوك كلاهما حذر من فكرة أنه لن يسمح بأن يعلن أي من المرشحين بشكل منفرد أن يكون هو المرشح. الأمر الآخر أننا رأينا تكثيف من بايدن وكاميلا هاريس بالتحرك في هذه الولايات. كاميلا هاريس ذهبت إلى ميتشيغان و بايدن ذهب الى بنسلفانيا التي هو التي هي مسقط راسه، وهو بشكل رئيسي يقول انه اذا فاز ببنسلفانيا وربما فلوريدا فانه يستطيع حسم السباق. لكن دعني اقول للمشاهدين ان هناك ولايتان ربما سيكون هما المفاجاه اذا فاز بايدن، وهما تكساس ونورث كارولينا، لا سيما ان تكساس لم يفز بها اي رئيس ديمقراطي منذ عام 1976 وكان كارتر، ونورث كارولينا فاز بها اوباما عام 2008 وفاز بها كارتر عام 1976. لذلك على المستوى الشخصي كمتابع وصحفي من الداخل الامريكي انا اسمي نورث كارولينا انها ستكون الحصان الاسود اذا فاز جو بايدن. لان نعم عبد الرحمن، هل توجد اي اشارات من خلال المتابعه متابعتك انت شخصيا كيف يعني التصويت الى اين يذهب في اتجاه اي من المرشحين، ام ان من الصعوبه بمكان يعني ان نصل لهذه النتيجه الان؟ هو في حقيقه الامر التصويت البريدي معروف ان غالبيته ستذهب الى جو بايدن، لان الديمقراطيين والاقليات بطبيعه الحال، واليوم هو ليس يوم عطله رسميه، يفضلون التصويت البريدي لانه يوفر في الوقت والمجهود، فضلا على انه اكثر صحيه في ظل كوفيد 19 ومن ثم كوفيد 19، ومن ثم التصويت البريدي هو يتجه الى بايدن ويدعمه بشده بايدن والديمقراطيين. التصويت على الارض هذا يختلف. عفوا عبد الرحمن، دعنا ننتقل الى جو بايدن ونستمع لهذه الكلمه منه.
على ما يبدو لم تكن كلمة لجو بايدن المرشح الرئاسي، ربما كان يتجول في أحد مراكز الاقتراع في فيلادلفيا فقط دون أن يتحدث سواء لبعض أنصاري أو للصحافة بشكل عام، وكنا نرى حتى يعني ملعب لكرة السلة يبدو داخل المدرسة أو ما شابه. على أي حال نحن معكم لحظة بلحظة نتتبع كل أنشطة المرشحين سواء جو بايدن أو دونالد ترامب، وكل ما هو جديد فيما يخص سير عملية الاقتراع في الانتخابات الأمريكية التي ستنتهي بعد أقل من 3 ساعات من الآن في بعض الولايات، وبعد ذلك سنوافيكم بالنتائج حسبما أو عندما تظهر أولا بأول. سأترككم الآن، شاكر لمتابعتكم، وسأترككم والتغطية مستمرة، بعد قليل يلتقيكم زميلي مجاهد شرارة، وأترككم الآن مع هذه الصور المباشرة لتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات الأمريكية. ابقوا معنا.